صباح النور أبو بكر، وصباح طيب على كل المشاهدين وأولى المحطات الإخبارية من قناة البلد، فأهلا ومرحبا بكم. اهلا بكم. شهد نائب الرئيس مجلس السياده الانتقاليه الفريق اول محمد حمدان دقلو حميتي ووالي غربي دارفور الاستاذ خميس عبد الله ابكر بامانه الحكومه اليوم حفل توقيع على اتفاق الصلح النهائي بين القبائل العربيه والقمر لطي الخلافات التي شهدتها محليه كلبس وما صاحبها من تداعيات. كما حضر حفل توقيع الفريق الركن خالد عبدين الشامي نائب رئيس هيئه الاركان عمليات والفريق شرطه احمد ابراهيم ممثل الشرطه السودانيه واللواء أمن أبو عبيدة مرغني وممثل حركة تحرير السودان أحمد جارديا وممثل حركة العدل والمساواة محمد حسين شرف والسلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان عموم دار مساليت والسلطان هاشم عثمان هاشم سلطان القمر. وقال الفريق والدقلو خلال مخاطبته حفل التوقيع إن الاتفاق أفضل وثيقة، وبهذا نكون قد طوينا كافة المشاكل القبلية بالولاية، وعلى القبائل أن تقبل ببعضها وتعيش في وحدة وسلام. استقبل سفير سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جحفر في مكتبه بالخرطوم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان اليونيتامس فولكر بيرث، وأبحث اللقاء إمكانية دعم الحوار السوداني وتعزيز جهود الآلية الثلاثية لمواصلة مشاوراتها مع المكونات السياسية وأصحاب المصلحة من أجل تقديم أفضل السبل للوصول إلى حلول سلمية للأزمة السودانية. وفي جانب متصل أعلنت الآلية في بيان أنها ستواصل الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو الماضي وأصحاب المصلحة من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي في البلاد. نفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إقالة مديرها مبارك أردول، وأكدت أن المدير العام يمارس مهامه بشكل طبيعي. وقالت إدارة الإعلام بالشركة: نؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، والمدير العام يمارس مهامه بشكل طبيعي. وجه والي بلاد الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة المحليات بعدم فرض أي رسوم على خراف الأضاحي الواردة لولاية الخرطوم من الولايات الأخرى الموجودة بالأسواق والميادين والشوارع، وذلك ضمن مساعي حكومة الولاية لتخفيف العبء على المواطن. وقال إن واجب الدولة التسهيل على مربي الماشية وتمكين المسلمين من أداء شعيرة الأضحية دون مغالاة في الأسعار بداعي الرسوم الولائية. واطمأن الوالي لدى وقوفه على أسواق بيع الخراف في محلية بدة يرافقه المدير التنفيذي الأستاذ مستور أحمد عبد الماجد ومدير شرطة المحلية وعدد من القيادات على الإجراءات الصحية المتبعة لفحص الأضاحي وتوفير الأدوية ومبيدات الرش. وجه الوالي المحليات خلال زيارة لتوفير خدمات الأمن والمياه للأسواق بصورة عاجلة خلال فترة بيع الأضاحي. اطمأن والي الكسلة المكلف خوجلي حمد عبد الله برفقة مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف المهندس هاشم عبد اللطيف إلى جانب المهندس صلاح عجب سلفاب مدير وحدة ترويد القاش خلال جولته التفقدية على عدد من المناطق بنهر القاش على موقف تنفيذ الأنشطة الخاصة بترويده وحماية المدن من أخطار الفيضان، خاصة المناطق التي كانت تشكل خلال السنوات الماضية إشكاليات كبيرة وأثرت على مدينة أروما وعدد من قرى المحلية والطريق القومي، بالإضافة لعدم وصول المياه إلى مناطق الزراعة في القاش بسبب هدرها من الكسورات. وشملت جولة الوالي والوفد المرافق له الوقوف على ما تم من عمل في منطقة شمال كوبري كاراكون التي تم رصفها بالحجارة بطول 260 مترا، بالإضافة إلى تقوية جسر الصاعدة الحامي لمدينة أروما.
رياضيا أكد الإسباني رافائيل نادال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تأهله إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون عن صعوبة تحديد خطورة الإصابة التي تعرض لها في لقاء الدور ربع النهائي. وأشار الماتادور الإسباني إلى أن الفحوصات التي سيجريها ستحدد ملامح الطريق الذي يتطلع خلاله لبلوغ النهائي الثالث تواليا هذا العام على مستوى البطولات الأربع الكبرى. نشرة العاشرة انتهت عودة للزميلة وكرة الطاهر لمواصلة ما تبقى من صباح البلد. مرحبا بك.